الله الله على الأزهر الله 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 رايحين على مصر مين يبعت سلامك كلمتين يا هلا مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءتنا بدعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. حكم المستثنى بإلا. قال: فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، نحو قام القوم إلا زيدا، وخرج الناس إلا عمرا، وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا، وإن كان الكلام ناقصا على وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، نحو ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد. وأقول: اعلم أن للاسم الواقع بعد إلا ثلاثة أحوال: الحالة الأولى وجوب النصب على الاستثناء، الحالة الثانية جواز اتباعه لما قبل إلا على جواز اتباعه الحالة الثانية جواز اتباعه لما قبل إلا على أنه بدل منه مع جواز نصبه على الاستثناء، الحالة الثالثة وجوب إجرائه على حسب ما يقتضيه العامل المذكور قبل إلا. إذن هنا للاسم الواقع بعد إلا أحوال وجدوها ثلاثة. في الحالة الأولى وجوب النصب، في الحالة الثانية جواز النصب والإتباع. جواز ايه؟ النصب والإتباع، وسيأتي لهذا الأمثلة. الحالة الثالثة أن يكون باعتبار ما قبله من العوامل، يعني إذا وقع فاعلا يرفع، إذا وقع مفعولا ينصب، إذا وقع مجرورا يجر، وهكذا. وسيفصل هذا الكلام بالأمثلة إن شاء الله. طيب اقرأ وبيان ذلك. وبيان ذلك أن الكلام الذي قبل إلا إما أن يكون تاما موجبا، وإما أن يكون تاما منفيا، وإما أن يكون ناقصا ولا يكون حينئذ إلا منفيا. ومعنى كون الكلام السابق تاما أن يذكر فيه المستثنى منه، ومعنى كونه ناقصا ألا يذكر فيه المستثنى منه، ومعنى كونه موجبا ألا يسبقه نفي أو شبه وشبه النفي النهي والاستفهام، ومعنى كونه منفيا أن يسبقه أحد هذه الأشياء. إذن معنى التمام في الاستثناء أن يذكر المستثنى منه، يعني حينما نقول حضر الطلاب إلا محمدا، إذن من المستثنى؟ محمدا. ومن المستثنى منه؟ الطلاب. فإذا ذكر المستثنى منه يسمى الكلام تاما، يسمى الكلام إيه؟ تاما. طيب، ويقال الاستثناء موجب، موجب يعني ليس منفيا، إذا معنى الإيجاب عدم الإيه؟ النفي. حضر الطلاب، هل هذا فيه نفي؟ لا. ولذلك الإيجاب معناه الإثبات عدم النفي، والنفي على العكس، والنفي إما أن يكون نفيا محضا يعني خالصا تقول ما حضر الطلاب، وإما أن يكون شبه النفي، وشبه النفي النهي، لا تذهب إلى الطلاب إلا وتستثنى. إذن شبه النفي النهي. والاستفهام، هل حضر الطلاب إلا
فلانا، وعلى هذا فالكلام إذا كان منفيا فقد يكون منفيا بأداة نفي، أو يكون بأداة هي شبيهة بالنفي، والشبيه بالنفي هو النهي وإيه والاستفهام. إذا عرفنا أن الكلام يكون تاما إذا ذكر فيه إيه المستثنى منه، والكلام يكون موجبا يعني يكون ثابتا لا نفي فيه، والنفي إذا كان موجودا فإنه يكون موجودا بذاته أو بما يشبهه، والذي يشبه النفي هو النهي والاستفهام. بعد ذلك سنأتي على الأحكام على هذا الذي ذكرنا، فيقول تفضل. فإن كان الكلام السابق تاما موجبا وجب نصب الاسم الواقع بعد إلا على الاستثناء، نحو قولك قام القوم إلا زيدا. يعني حينما تقول قام القوم إذا ذكر الايه المستثنى منه، والكلام موجب أم منفي؟ موجب. فإذا كان الكلام تاما موجبا وجب نصب المستثنى. وجب ايه؟ اذا نصب المستثنى واجب اذا كان ما قبل الا تاما موجبا، تاما يعني مذكور فيه المستثنى منه، موجبا يعني ليس فيه ايه نفي. اذا هنا يجب النصب قولا واحدا، يعني ليس فيه ما يكون غير نصب، وإنما النصب واجب. نعم. وقولك خرج الناس إلا عمرا، فزيدا وعمرا مستثنيان من كلام تام لذكر المستثنى منه وهو القوم في الأول والناس في الثاني، والكلام مع ذلك موجب لعدم تقدم نفي أو شبهه فوجب نصبهما، وهذه هي الحالة الأولى. تفضل. هذه مفهومة والحمد لله، لأن الكلام إذا كان فيه الشرطان وهو التمام والإيجاب، تام يعني ذكر إيه المستثنى منه، الموجب يعني ليس إيه منفيا، على هذا يجب الإيه يجب النصب قولا واحدا بلا كلام. نعم. وإن كان الكلام السابق تاما منفيا جاز فيه الاتباع على البدلية أو النصب على الاستثناء. تاما يعني ذكر فيه إيه مستثنى منه، لكنه فقد الشرط الثاني وهو الإيجاب، ورأيناه إيه منفيا، يعني المستثنى منه موجود ولكن الكلام على النفي، الكلام على إيه على النفي. إذن هنا يجوز فيه وجهان، النصب على الاستثناء وأن يكون بدلا مما قبله، أن يكون إيه بدلا مما قبله، يعني بدلا من المستثنى منه، بدلا من إيه من المستثنى منه. نعم. هذه الأمثلة نحو قولك ما قام القوم إلا زيد. نعم. فزيد مستثنى من كلام تام لذكر المستثنى منه. نعم. وهو القوم، والكلام مع ذلك منفي لتقدم ما النافع. نعم. فيجوز فيه الاتباع. نعم. فتقول إلا زيد بالرفع. نعم. لأن المستثنى منه مرفوع، وبدل المرفوع مرفوع، ويجوز فيه على قلة النصب على الاستثناء، فتقول إلا زيد، وهذه هي الحالة الثانية. إذن لو رأيت المثال فيه نفي مع وجود المستثنى منه، طالما وجد المستثنى منه في سياق النفي إذن فالكلام تام إلا أنه منفي، وطالما هو على هذه الحالة إذن يجوز لك فيما بعد إلا، يعني المستثنى أن يكون تابعا لما قبلها وتبعيته لما قبلها على أنه إيه بدل، وإما أن يكون على أصل الاستثناء وهو النصب،
إذا يجوز فيه النصب على الأصل والبدلية. طبعا البدلية أن يكون البدل على شكل المبدل منه، يعني إن كان المبدل منه مرفوعا يكون البدل أيضا إيه؟ مرفوعا. ما قام القوم إلا زيد، ما رأيت القوم إلا زيدا، ما مررت بالقوم إلا إيه؟ زيد. إذن البدلية توجب علينا أن يكون المبدل على شكل المبدل منه، على شكل إيه؟ المبدل منه، رفعا ونصبا وجرا. وإما أن تريح نفسك من البداية وتجعل ما بعد إلا منصوبا على الأصل. إذن في مثل هذا المثال يجوز لنا وجهان، البدلية وهو الأكثر، وإيه؟ والنصب. إذن يجوز الإتباع على البدلية مع النصب. إذن هناك وجهان، البدل وإيه؟ والنصب. هذا إذا كان الكلام تاما منفيا. نعم. وإن كان الكلام السابق ناقصا ولا يكون إلا منفيا كان المستثنى على حسب ما قبل إلا من العوامل. فإن كان العامل يقتضي الرفع على الفاعلية رفعته عليها، نحو ما حضر إلا علي. وإن كان العامل يقتضي النصب على المفعولية نصبته عليها، نحو ما رأيت إلا عليا. وإن كان العامل يقتضي الجر بحرف من حروف الجر جررته به نحو ما مررت إلا بزيد. وهذه هي الحالة الثالثة. دائما الكلام إذا كان ناقصا معنى النقصان لم يذكر فيه إيه؟ المستثنى منه. فإذا كان الكلام ناقصا في هذه الحالة لا يكون إلا منفيا. إذن في هذه الصورة يكون ما بعد إلا على حسب ما قبلها، يكون ما بعد إلا على إيه؟ على حسب ما قبلها. فإن كان الذي قبلها يحتاج إلى فاعل فما بعد إلا يكون فاعلا، ما حضر إلا محمد، كأنك قلت إيه؟ حضر محمد. وإن كان ما قبلها يطلب مفعولا، ما رأيت إلا، إذن أنت محتاج إلى إيه؟ مفعول. ما رأيت إلا إيه؟ محمدا. إذن ما بعد إلا يقع مفعولا. طيب ما قبل إلا يحتاج إلى مجرور، ما مررت إلا بمحمد. هذا هو التفصيل لكل ما بعد إلا بحسب ما قبلها. إذا متى يجب النصب؟ إذا كان ما قبله إيه؟ تاما موجبا. طيب متى يجوز الوجهان، النصب والإتباع؟ إذا كان ما قبلها تاما منفيا. متى يجب أن يكون ما بعد إلا بحسب العوامل؟ إذا كان ما قبل إلا ناقصا منفيا. إذن في هذه الحالة الثالثة يكون ما بعد إلا بحسب الإيه؟ العوامل، حسب إيه؟ العوامل السابقة على إلا. ونقف هنا عند الحالة الثالثة، حينما تقول وتقرأ في القرآن وما محمد إلا رسول، هذا استثناء ولكنه ناقص منفي. هل ذكر المستثنى منه؟ لم يذكر، ووجد إيه؟ نفي.
ولذلك رأينا ما قبل إلا مبتدا، وما محمد يقع إيه؟ مبتدا، والمبتدا يحتاج إلى خبر. إذا ما بعد إلا يقع إيه؟ خبرا. ولذلك نحن نقول إذا كان الكلام ناقصا منفيا فإن ما بعد إلا على حسب إيه؟ ما قبلها. فالذي قبلها يحتاج إلى شيء يكمل المعنى، إذا ما بعد إلا هو هذا المطلوب، المبتدأ يطلب الخبر، إذا ما بعد إلا يكون إيه؟ خبر. هذا الأسلوب والذي نبه عليه علماء البلاغة بأنه أسلوب القصر، أسلوب إيه؟ ولذلك أسلوب القصر هو الأسلوب الذي يأتي على طريق الاستثناء من الناقص المنفي، من الناقص الإيه؟ المنفي. ولذلك حينما تقول لا إله إلا الله، أنت هنا نفيت الألوهية، واضح؟ ولم يوجد المستثنى منه، لم يوجد إيه؟ المستثنى منه. إذن أنت عليك أن تجعل ما بعد إلا في الإعراب على حسب العوامل. ولذلك لا تحتاج إلى اسم منصوب وإلى خبر مرفوع. لا رجل في الدار، يعني لا رجل كائن في الدار، واضح؟ لكن العلماء أحيانا يقدرون في لا إله إلا الله خبرا محذوفا، يعني عند الإعراب يقدرون فيها إيه؟ خبرا محذوفا بحسب المعنى، لأن المعنى هو الحكم، يعني المعنى يحكم اللفظ وليس اللفظ هو الذي يحكم المعنى، اللفظ يعطيك المعنى والمعنى هو الذي يحدد اللفظ. فقالوا إن المعنى هنا أننا ننفي العبادة الحق عن كل إله إلا إذا كانت العبادة لمن؟ لله. إذن المعنى المقصود نفي العبادة عن كل إله، ثم يستثنى من هذا الحكم ما كان لله رب العالمين فهو ثابت. الدنيا كمن وقتها لو قلت وصفها نوش حنصفها وكفها.